اكس اهلي، هل في عقدك حاجه بتنص على عودتك مره تانية النادي الاهلي؟ ما اعرفش الصراحه، ما تعرفش. اللي عارف وكيلي اكيد كابتن احمد يحيى، يعني هو بسيب له كل حاجه بره الملعب هو يتصرف فيها وانا مركز في شغلي بس. بس انت كنت عايز تخرج، يعني انت صممت على الخروج من انا اما جالي النادي الاهلي، اما جه وكيلي كلمني كابتن احمد يحيى قال لي النادي الاهلي عايزك، فانا قلت له امتى نمضي، بس في يوم ماتش كلمني قال لي احنا هنمضي النهارده، ممكن نمضي النهارده. قلت له اجي لك فين؟ وانا في المحله، كان عندي ماتش في المحله، المحله قال لي سيراميكا. رحت له تقريبا كانت الساعه 1:30 من بره، بره على طول من بعد المباراه. رحت مضيت على مضيت طول النادي الاهلي. على طول. مع مين؟ مع امير توفيق. رحت مضيت على طول النادي الاهلي. في فلوس ما حدش يقول لي النادي الاهلي لا. وانا مظبوط. انا لما رحت النادي الاهلي انا مبسوط بان انت لعيب عندك 21 سنه تشيل اسم النادي الاهلي ده، والنادي الاهلي يكون عايزك وانت في السن ده. دي حاجه يعني بتثبت ان انت لعيب كويس. وبنفس الوقت انا كنت يعني مبسوط جدا. ولما مشيت كمان دلوقتي برضو انا يعني مفيش علاقتك لسه جايه، مفيش اي يعني كراهيه من جوايا، لان هو ده احتراف، هي دي الكوره. بس انت قلت لي كلمه بتقول لي محدش يقول للنادي الاهلي لا. أكيد. ليه؟ أكيد طبعا. النادي الأهلي كل يوم بياخد بطولة، أنا تقريبا ليا بطولتين في النادي الأهلي وأنا تقريبا وأنا ما يعتبر ما شاركتش غير 5 6 ماتشات. مكافآت وكده حاجة بتاعت طبعا. أنا وأنا في سموحة كان نزل لي مكافآت، حتى أنا كنت يعني مش عارف إيه اللي نزل لي ده، فكلمتهم في النادي الأهلي قلت لهم يا جماعة هو الحساب لسه معاك ولا إيه الدنيا؟ أنا ما في فلوس. قال لي ده أنت كنت شاركت في كذا، فلما بنحسم الدوري ولما بنحسم كذا بنحسب لك انت شاركت في قد ايه وانت ليك نسبه قد ايه والكلام ده كله، حاجه اسعدتك. وان انت كمان لعيب صغير. نعم. فاصلا لعيب صغير في النادي الاهلي. نعم. بيبقى ليه حسبه تانية عشان نعم. ما يتظلمش برضه. فالنادي الاهلي نادي كبير وتاريخ كبير، يعني لو هنقعد نتكلم عليه يعني مش هنبطل كلام عليه من هنا لبكره، فمحدش يقدر يقول النادي الاهلي. نفسك ترجع النادي الاهلي؟ اي حد لو حصل تألق ونفسك ترجع النادي الاهلي؟ انا كابتن الجزئيه دي احترافيه اكتر بالنسبه لي، ما بحطش يعني ما بملش القلب في الحته دي. انا لعيب محترف. ايا كان بقى النادي الاهلي طالبني اكس طالبني الحته دي معايا وكيلي بس. لو النادي الاهلي طبعا بيكلمني عمري ما اقدر يعني افكر حتى ان انا اعترض يعني على حاجه. كلامك جميل.